انا ادري ان عمل ما لاقى نجاح، يعني يمكن ما فشل بس ما نجح، يعني عشان لا اكون يعني ظالمه. انا سمعت ان الحين لا، انه يبون يسوي له جزء ثاني في مخطط، انه يبون يسوي له جزء ثاني، ما ادري بيسوي له كنا اثنين بالمطافي واثنين بالجيش واثنين، ايش دعوه ليش سلسله اسماعيل ياسين ولا شنو؟ يعني خليه ينجح الاولاني عشان ينجح الثاني.